السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة البحر الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة بركاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنبتدي مع بعض مجموعة بسيطة جدا من الإيردروبات. أول حاجة معانا ده تذكير بالإيردروب أو البونص ما تبع منصة يوبيكس. تذكيرا للناس، المنصة بتسجل فيها الأول، تمام؟ بعد التسجيل بتيجي تحمل برنامج الموبايل الخاص بيهم. بعد ما بتحمل البرنامج بتلاقي في واجهة البرنامج كلمة اسمها هاشينج، دي بتخش عليها كل يوم، بتلاقي هو بيعدل لك عملات مجانية، بيدي بونص حلو قوي، من الإيثيريوم، من البيتكوين، من العملة تيوبيا نفسها اللي هي خاصة بالمنصة. حاول تجمع منها وما تبيعهاش، اللي هي عملة المنصة نفسها، هتنفعنا في الخطوة الجاية اللي هي المينينج. احنا كل ده شغالين على الهاشينج، لسه هنخش على حاجة اسمها مينينج سون، دي هو بقول لك قريب هي البونص بتاعها هينزل قريب، فاعتقد ان هو هيبقى مرتبط بالعمله بتاعتهم. فنصيحه، ما تبيعش العمله اللي هي يوبي بتاعتهم، وسيبها لغايه لما نشوف قصه البونص بتاع التعدين لما هينزل. تحميل البرنامج هتلاقيه هنا في الواجهه الرئيسيه اهو بتحمله. اهم خطوه بالنسبه لك تفعل وثائق عشان تاخد قوه التعدين كامله، تمام؟ اللي هي بتديك بونص عالي بناء عليها، بتخش كل يوم بتلاقي في الهاشنج رصيد من العملات، تمام؟ تسجيل بس بيديك قوه تعدين بسيطه جدا، انما تسجيل وتفعيل بيدي قوة تعدين عالية، تمام؟ التفعيل هنا سهل، بيتم بالبطاقة، مفيش أي مشكلة، فممكن تفعل في الموقع وبعد كده حمل برنامج الموبايل، والتسجيل فيه برضه سهل بنفس اليوزر أو نفس الإيميل والباسورد، تمام؟ لو بصينا هنا كده مع بعض على الرصيد بتاعنا، الموقع صادق، في إثبات سحب كتير مع النت ممكن تبص عليها، بس أنا مش عاوز أسحب عشان أنا أحط الخطة بتاعتي أو الرصيد بتاعي في خطة التعدين الجاية، تمام؟ لو بصينا كده انا لميت، بس انا في عملات بحولها، انا مثلا بيتكوين حولته، بجمع عملاتي عامه بعيد عن عمله المنصه. عمله المنصه ايه هي؟ اللي هي اليوبيكس نفسها، وفي عمله تانية اسمها اليوبي، تمام؟ دول العملتين دول تابعين للمنصه. في عملات تانية بينزلوا، نزلهم عملات جديده، يعني ابتدوا ينزلوا عملات جديده حديثه بقت تنزل، زي عمله الاي تي، تمام؟ بتلاقيها في البونص، والهايف دي بتنزل برضو، بقت في البونص، من ضمن الحاجات اللي بتنزل لك في البونص، تمام؟ اكتر حاجه بينزلوا لك هي اليوبيكس واليوبي والاي تي حاليا، تمام؟ عامه انا بعيد عن العملات دولت، التلات عملات دولت بجمع العملات او بحولها بالنسبه لي انا للاوس، يعني حولت جمعت قطعه من الاوس، وفي برضو الاكس اي اف دي برضو سعرها كويس، ممكن ابيعها او احولها، بس انا سايبها، تمام؟ فجمع منها عملات واستفاد منها، عملات نازله منصات ممكن تبيعها، مش نازله منصات، هي جوه المنصه نفسها ممكن تبيعها، يعني انت الرصيد بتاعك بتقدر تحوله، تمام؟ التسجيل سهل والتفعيل برضو مفيش اسهل منه. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده راوند 2 منه. الراوند 1 دفع بالفعل، تمام؟ هو بس بيشترط في شرط، ايه تركه فيه عشان الناس تبقى عارفه، ان انت لازم تجيب على الاقل 4 احالات. لو انت عاوز تسحب فوري، السحب الفوري بيكون ب4 احالات، تمام؟ انما بدون احالات هتستنى لغايه اخر شهر 5، وبيتم الديستريبشن او الوزدروب من نفسهم اوتوماتيك، يعني عامه كده كده في السحب، بس سحب فوري بيكون عن طريق انت تجيب 4 احالات. السحب بدون احالات بيكون اخر ايه الدروب نفسه واخر البونص. التسجيل في الدروب سهل، بتيجي هنا على كلمه او اللينك ده بيدولك في البدايه، ده عباره عن كابتشا بتحلها على المتصفح، وبترجع تدوس على كلمه تشيك. بعد كده المهام بتاعتنا كانت انضمام لجروب تيجرام اول وثاني، فولو على تويتر او البوست لايك وريتويت، انضمام لجروب تيجرام بتاع السبونسر، وبعد كده تدوس له كلمه سم ديتيلز، تحط له الايميل بتاعك، وبعد الايميل هنا يوزر التويتر، بعد كده لينك الريتويت اللي انت عملتها، يبقى كده مطلوب مننا اول بوست في الصفحه بتاعتهم هنعمل لها لايك وريتويت مع كومنت. بعد كده بيسالك انضميت للجروب تيجرام، هتقول له جوين انضميت، وبعد كده بيسالك على رقم المحفظه وبياكد عليك هي دي المحفظه صح، تمام؟ وبتدوس له كونفيرم، الدروب صادق وبيدفع بالفعل، والرصيد وصل. لو بصينا هنا يوبيت، عمله يوبيت 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 اهي، تمام؟ وصلنا الرصيد منها 255 قطعه. تمام، نخش على الدروب اللي بعده، ده دروب جديد، يعني نقول نسبة 60-70% مصداقية، بس يعني ايه بإذن الله متوسمين في خير يعني، تمام؟ بس نفتحه كده، تمام. الدروب بيبتدي معانا، ليه طلبات معينة. أول حاجة بتسجل في موقع العملة، هتلاقيه برضه سايب لك الموقع، نبص عليه مع بعض كده. تسجيل فيه عامة سهل، تمام. التسجيل بيفتح معاك على اليوزر، اسم اول، اسم اخير، الايميل، الباسورد، باسورد، كونفيرم، وخلاص. هو التسجيل عامه ما فيهوش اي مشكله. نرجع للدروب بنفسه، بعد كده المهام بتاعتنا، بعد ما نسجل في الصفحه هننضم جروب تيجرام اول وتاني وتالت،
ورابع كمان، يبقى 4 جروب تليجرام. تمام. بالاضافه نعمل هنا فولو او البوست لايك وريتويت، وهنا البوست ده هنعمل له البوست ده يبقى لا يبقى هنا هنعمل فولو، والبوست ده اللي هنعمل له لايك وريتويت مع 5 تاج من الاصدقاء. تمام. والبوست ده برضو هنعمل له لايك وريتويت عاديين. تمام. هنيجي بعد كده للسبونسر، هنعمل له فولو، دي فيها $10 اضافي غير ال$10 بتوع الايردروب بنفسه. تمام. يعني المجموع هيبقى تقريبا، عاوزين نعرف السعر هنا كام، على كل مهمة $50، وفي هنا $10 الإضافية. تمام. بس $60. هنيجي بعد كده للمهام بتاعتنا، التأكيد بتاع التليجرام هنحط له اليوزر، بعد كده هنا ده التويتر بتاعهم، وبأكد عليك انت تاخد البوست ده تعمل بيه تويتاية وتحط له لينك اليوزر اللي انت عملت بيه، وده البوست او الريتويتاية اللي فيها 5 تاج وتحط له لينك الريتويتاية بتاعتها، بعد كده هنا الفولو على الفيس وتحط له لينك بروفايل الفيس، بعد كده رقم محفظة الإيسر والمولد بتاعتك. تمام. بس كده خلاص الايردروب يعتبر خلص، وبتروج رابط الاحاله بتاعك. تمام. الايردروب تابع للمنصه، فباذن الله نسبه المصداقيه فيه معقوله. يعني نيجي للايردروب اللي احنا شرحناه كذا مره، لو خاص بمعامله برونت كوين، هو بس اضاف مهمه جديده، فعشان كده هوضحها للناس، فيها رصيد اضافي، واللي ما سجلش في الايردروب، الايردروب نفسه لسه شغال، والعمله باذن الله تتباع وسعرها كويس. عامة الايردروب اول موقع بيفتح معاك ازاي، بتسجل عامة ايميل وباسورد، وبعد كده بتخش على صفحة الايردروب تاسك. دي المهام الرئيسية بتاعتنا، اللي هي انضمام لجروب تيجرام، فولو على تويتر، لايك وريتويت للبوست ده، لايك وريتويت للبوست ده، فولو على الفيس، فولو على ريديت، فولو على الانستجرام، هتتفرج على الفيديو ده جوه الموقع هنا، هتعمل هنا فيديو بوست، هتعمل ريتويت للفيديو ده نفسه، هتعمل شير للفيديو ده برضو. ده كده مهام الاير دروب عامة. ايه الجديد اللي حصل في اوفر فيو تقريبا هنا، المهمة الجديدة هنا. تمام. هتيجي هنا الجزئية دي، هتيجي البوست ده على تويتر، هتخش الصفحة دي هتعمل لايك وريتويت للبوست ده، وهتيجي تحط في الريتويت بتاعتك لينك الاحالة بتاعك، يعني هتخش على البوست ده هتعمل لايك وريتويت وتحط اضافة لي لينك الاحالة بتاعك. هنخش على الايردروب ده للتأكيد، بأكد عليه للمرة ال10، الايردروب مهم، العملة نازلة كوين ماركت كاب. تمام. هي ابتدى سعرها ينزل شوية عشان الناس عمالة تبيع العملات اللي معاها، فما تقلقش، بس العملة موجودة معانا في الكوين وسعرها كويس، وسعر الايردروب ده أعلى من الايردروب بتاع بايوس، يعني بايوس بيدي كمية قليلة شوية، إنما الايردروب ده الأصلي بتاع الشركة أو العملة نفسها، فبيدي إيه البونص بتاعه أعلى بقى. هنا بيقول لك 5 قطع ب$25، لا هي العمله نزلت. تمام. نزلت جامد، يعني كانت بادئه بسعر عالي وبعد كده نزلت، وبعد كده باذن الله هترجع تاني، فما تقلقوش من السعر الحالي للسوق. هننضم لجروب تجرام اول تاني، هنعمل فولو على تويتر او البوست لايك وريتويت، فولو على الفيس، سبسكرايب على اليوتيوب، ونحط الايه الاسمات بتاعتنا، يوزر التليجرام، يوزر التويتر، لينك بروفايل الفيس، الايميل بتاعنا، رقم محفظه الايثيريوم مولت. كده الدروب انتهى، وتحاول تروج له قبل ما ينتهي، هو خلاص تقريبا اخر الشهر ده. نخش على اللي بعده، دي منصة اسمها نيويكس. تمام. تدي رصيد من عملة المنصة نفسها بما يعادل $10 في مقابل التسجيل وتحميل وتحميل برنامج الموبايل بتاعها. انت بتسجل وتحمل برنامج الموبايل وتعمل ساين ان من برنامج الموبايل، ده الشرط بتاع البونص. تمام. هو يعتبر سهل، مفهوش حاجة صعبة. نيجي بقى كاير دروب، ده راوند 2 كجيف اواي مش كاير دروب، عشان دخلت انا كلمت الادمن بتاع العمله. مبدئيا رصيد الايردروب، الايردروب الاول كان عباره عن بوت تليجرام، الايردروب انتهى خلاص. تمام. وكلمت انا الادمن من شويه، قال لي الايردروب ده برده الفورم ده حقيقي وريل صادق، وبالنسبه للايردروب الاولاني اللي هو البوت تليجرام هيبعت لنا اخر الشهر ده، اخر شهر 5 هتلاقي الرصيد وصل لك على المحفظه. بالنسبه للايردروب البوت تليجرام ده برده هيبعت لنا على اخر 5، بس ده ايردروب جديد او جيف اوي جديد، المهام بتاعته شبيهه لنفس الايردروب الاولاني، بس مزود عليها التسجيل في المنصة عشان العملة نزلت في المنصة خلاص، اللي هي عملة ايفون دي نزلت في منصة اي بي اي تي. اوكي. فهتسجل في المنصة تاني، برضه سيب لك لينك تسجيل في المنصة هنسجل فيها عشان دي أول خطوة معانا. هنيجي بعد كده هنضم لجروب تليجرام أول تاني، فولو على تويتر، فولو على تويتر. ننزل بقى الإثباتات بتاعتنا، هنحط هنا الاسم بالكامل، هنا رقم اليو اي دي بتاعك من منصة اي بي اي تي. تمام. هنحط هنا يوزر التليجرام اللي استعملناه، لينك بروفايل تويتر الخاص بيك، هنحط هنا رقم محفظة الايثيريوم مولت العادية بتاعتنا،
وهنا بحط اليوزر بتاع صاحب الحاله التليجرام، فاستاذنك هتحط اليوزر الخاص بيا في اخر خانه. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، الدروب ده بيبعت لنا عمله ترون، وهو الدروب صادق وقت نعم متى الدروب او العمله تبع ايه للعملات الترون. والارسال سهل، يعني ممكن نعمل ارسال واحنا ايه في الفيديو نفسه، تمام. بس انا مستني اجمع الكميه بتاعتي وابعتها مره واحده. مبدئيا العمله نازله على منصه بولينكس فبتتباع، يعني انت حته ان انت هيبقى في مشكله معاك في بيعها، لا، العمله بتتباع على منصه بولينكس، هي منصه لا مركزيه، تمام. العمله من عائله الترون، فعامه عملات الترون كلها بتوصل على طول دايركت، ما فيش اي مشكله فيها. وفي شفت لها هنا كذا اثبات سحب، فالدروب ده مضمون بنسبه 1000000% باذن الله. والجميل فيه ان العمله هتتباع معاك على طول على منصه بولينكس. المهام المطلوبه مننا هننضم لجروب تيجرام اول تاني تالت، هتكون مسجل في محفظه ترون عشان تحمل عشان تحط رقم المحفظه. هتيجي هنا فولو على الفيس، فولو على ميدم، سبسكرايب على اليوتيوب، تمام. هننزل بقى الاثبات بتاعتنا، اول حاجه يوزر التليجرام، بعد كده رقم محفظه ترون بتاعتنا، بعد كده بالنسبه لليوتيوب هو ما بيطلبش منك لينك بروفايل، بيقول لك خد السكرين شوت للسبسكرايب. يعني انت تخش، انا كده خدت مثلا، دخلت عملت لهم سبسكرايب على اليوتيوب، خدت سكرين شوت للكلام ده وحطيت له سكرين شوت اللي انا عملت سبسكرايب، تمام. ايه تاني بعد كده؟ خلاص كده يعتبر الدروب خلص، بيبقى معاك رابط الاحاله بتاعك وبتروج له. الدروب مهم والعمله مهمه. نيجي للدروب اللي بعده، ده برضو الدروب برضو منصه باذن الله مضمون بنسبه كبيره. المنصه اسمها وينكس، هنسجل فيها ده اول حاجه. طبعا هو الدروب مش طالب تفعيل وثائق، بس يفضل تفعيل وثائق، ده مصلحه ليك عشان المنصه نفسها تدي بونص بعيد عن الدروب. هنيجي للدروب الخاص بعمله اسمها زيبجايو، اسمها غريب شويه، او خلينا في الاختصار بتاعها، اختصارها زي اتش تي، تمام. الدروب كالتالي، اول حاجه بنحل الكابتشا. المهام بتاعتنا طالب منك انت تسجل في المنصه طبعا بتاعت العمله، وتعمل فولو على تويتر، لايك وريتويت للبوست ده مع كومنت، انضمام لجروب تيجرام، انضمام لجروب تيجرام، فولو على تويتر بالنسبه لصفحه السبونسر، تمام. فولو على، لا ده هنا فولو على، لا هنا انضمام لجروب تيجرام للسبونسر، هنا فولو على تويتر بالنسبه للسبونسر. بعد كده سبميت ديتيلز، تاكيد بيانات، هنحط الايميل اول حاجه اللي احنا سجلنا بيه في المنصه، تمام. بعد كده رقم اليو اي دي بتاعنا من المنصه، هتيجي هنا تخش على يوزر سنتر، هتلاقي رقم اليو اي دي بتاعك، تاخده كوبي كده بالشكل ده وتيجي تحطه هنا، تمام. بعد كده بيسالك على يوزر تويتر اللي انت استعملته، بعد كده لينك الريتويت اللي انت عملتها وعملت فيها لايك وكومنت. بعد كده بيقول لك انت انضميت لجروب تيجرام الاضافي بتاع السبونسر، هتقول له يس. بيقول لك انت عملت فولو لصفحه التويتر بتاعت السبونسر، يس. وبعد كده بيقول لك انت عملت البوست الخاص بعمله زبجاوي دي اللي هي على صفحه السبونسر، هتدور على البوست ده صفحه السبونسر، تمام، على تويتر، هتدور على البوست اللي هو خاص باسم العمله وهتعمل له لايك وريتويت، تمام، وتقول له يس. بعد كده رابط الاحاله بتاعك بيديهولك، وبيقول لك هو هيديك على الاحاله 10 سنت. هنا الاحاله ما بيديش عليها مبلغ كبير، بس الدروب باذن الله مضمون برده بنسبه كبيره. والاحسن والاجمل ان الدروب خلاص بادئ من يوم 17، يعني بادئ النهارده اول يوم في الدروب، وينتهي يوم 23، يعني معانا بالظبط 6 ايام والدروب هينتهي. فمش هقول لك شهر ولا اتنين، لا، الدروب 6 ايام وهتلاقي التوزيع بتاعك تم. اوكي، الدروب مضمون بنسبه كبيره. كده الدروبات معانا انتهت النهارده، هنضيف لك 3 او 4 دروبات مضمونين باذن الله، من ضمنهم عمله سامب انا كنت شارحها قبل كده، اللي هي الدروب ممكن اعيدها نبص عليها بصه كده بس عشان افكر الناس بيها، تمام. بس الدروب بيسجل فيه ازاي، ده كده واجهه الدروب. بتيجي ستارت تاسك، بيطلب منك انضمام لجروب تيجرام، والدروب ايه برازيلي، فممكن انت تشتغل على الويب تيجرام عشان تبقى مترجم معاك الدنيا. هننضم لجروب تيجرام اول تاني، بياكد عليك انت تعمل له على الانستجرام، تعمل له فولو، تمام، وتصوت ليه، وايه تاني، بس كده يعتبر تمام. بتسجل في منصه ساتو اكشنج، هجيب منها رقم المحفظه، يبقى رقم المحفظه احنا بنجيبه من ساتو اكسشينج، تمام. انت خلصت المهام بتاعتك، بنيجي الاثباتات. الاثباتات سهله، هو كده بالنسبه لما بيطلب منك المهمتين اللي بيطلبهم منك، وده بتقلل الفورم، لا ده لينك البروفايل بتاع تويتر، بتصوت له هنا على تويتر، تمام. بنيجي بس اول حاجه المحفظه، اوكي. بالنسبه للمحفظه انت بتروح للمنصه وبتاخد صوره المحفظه، يعني خش كده على المنصه، ادور على اسم العمله بتاعتي،
ادي العملة بتاعتي اهي، سامو، هندوس على الديبوزيت. طبعا اول مره مش هيبقى عندك محفظه، فهتقول له كرييت او بروسيس عشان يديك رقم محفظه، تمام. بعد كده هيظهر لك الصوره دي، هي دي الصوره اللي انت هتحطها في الاير دروب. يعني انت ما تحطش اول حاجه رقم، لا تحط الصوره، وبعد كده لو سالك على الرقم بقى سالك هنا على الرقم بتحط له رقم المحفظه، اوكي. بعد كده الاثبات بتاعتنا هنا بتحط له يوزر التليجرام اللي احنا استعملناه، بعد كده يوزر الانستجرام، بعد كده يوزر التويتر، بعد كده مبروك وبيديك رابط الحاله بتاعك بتروجه. خد بالك بقى من القصه اللي انا وقعت فيها، انا السحب اتاخر عليا او العمله وصلتني متاخر بسبب ايه؟ ان انا كنت باجي هنا على كلمه فين الوزدرو من هنا وادوس عملت كذا امر وزدرو، فلما كلمت الادمن قال لي انت عامل فوق ال 20 30 امر، قال لي هي الامر بتبعت مره واحده والعمله بتوصلك بعدها ب 24 ساعه. وفعلا حصل لما انا ظبطت الدنيا مع الراجل، ظبط لي الموضوع ده، تمام. فبالنسبه لمصداقيه العمله، العمله بتوصل بالفعل والعمله صادقه، تمام. نيجي بقى لسعر العمله، السعر عالي في المنصة، بس عايز اوضح نقاط هنفهمها للناس عشان الناس تبقى فاهمة بس القصة بتاعت العملة. مبدئيا التوتال سبلاي بتاع العملة دي، اول حاجة دي كوين مش توكن، تاني حاجة التوتال سبلاي بتاعها اقل من 100,000 قطعة، العملة التوتال سبلاي بتاعها قليل جدا، فسعر العملة ده هيبقى عالي جدا. انا اكد لكم هفهم لكم بس القصة عشان الناس تبقى فاهمة الدنيا، تمام. بس صعب بس عشان اخش على التداول بتاعها، يتم تداولها في مقابل بيتكوين بس، تمام. اول حاجه العمله بتجيب لنفسها مستثمرين، تمام. فالسعر بتاعها حاليا جوه المنصه هي اصحاب العمله رابطينها بسعر عالي، يعني رابطين المبلغ انا اللي معايا قطعة رابطين هما بحوالي 300 وكذا الف ساتوشي، اوكي، تمام. هي بتتباع حاليا في دي الاسعار الايه الشراء، الناس اللي بتشتري دي اسعار البيع ودي اسعار الشراء، تمام. سعر القطع في ناس بتعايز تشتري القطع على القطعة الواحدة على 20,000 ساتوشي، في اللي عايز يشتري القطع على 280 تقريبا. مهم يعني احنا خلينا مع الموقع مع العملة نفسها. العملة دي انا لما كلمت مع اصحاب العملة اتصلت معاهم، هم برازيليين، كلمت معاهم حاولت على قد كده بالانجليزي مع جوجل ترانسليت، قال لي ان العملة دي سعرها هيرتفع اكتر من كده كمان. نسيبك من السعر 280,000 للقطعة والكلام ده، لا العملة دي سعرها هيرتفع، تمام. اول حاجة توتال سبلاي بتاعها قليل، تاني حاجة هو بيقول لي الناس مستعجلة، في ناس بتحط اسعار قليلة، قال لي احنا ربطنا السعر عشان كده، تمام. فمبدئيا العملة موجودة على المنصة، والمنصة نفسها سات اكشنج، منصة مضمونة، تمام. انت مش خسران حاجه، انت هتسجل في الاير دروب، العمله هتوصلك زي ما قلت، ما تغلطش الغلطه بتاعتك. انت بعد ما تجمع سواء اشتغلت حالات او اشتغلت انت رصيدك بس، هتعمل امر الارسال، بعد هتعمله مره واحده، ما تقعدش تستعجل كل شويه ايه تدوس على كلمه وزدرو زي انا ما عملت، عشان بيتعمل لك زي ايقاف او بند في القصه دي، هتضطر عشان تفك البند بتاعك هتروح تكلم الادمن وتخش في حوار كبير، تمام. فالمهم انت عملتك لما توصلك هنا، ووصلت لناس كتير معانا سجلت، هتيجي تخش هتسيبها، هتعمل لها امر البيع، هتلاقي امر البيع عالي، يعني مثلا مديك على نص قطعه مثلا حوالي تقريبا 150 دولار حاجه زي كده. انت سيبها زي ما هي لغايه لما العمله السوق بتاعها يتظبط وهتتباع من نفسها، انت اعمل امر البيع المعلق بتاعك وسيبها، انت مش خسران حاجه. العمله موجوده على منصه مضمونه وباذن الله يكون فيها ربح كويس. هتلاقي برضه سايب لكم بعض اضربات الهمه، ويعتبر كده انتهينا النهارده، مفيش اي جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.